الفنان الغدير عبد الرحمن العقل احد مؤسسي مسرح الطفل بالكويت، واللي جانب والى جانبه كونه فنان ومنتج كان له دور كبير في النشاط الطلابي الفني وخصوصا في الاعياد الوطنيه. خلونا نتعرف اكثر على هذا الجانب ومواضيع اخرى من خلال هذا اللقاء. حياك الله وكل عام وانت بخير يا بخير. عيدكم مبارك. اي والله العيد صدق، يعني صدق عيدنا عيد، يعني عز وفخر يا بلادي، عز وفخر يا الكويت. دوم ان شاء الله بدوم بافراح. المناسبة طيبة، ارفع سمايات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الامير الغالي الشيخ مشعل احمد الجابر صباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ دكتور محمد صباح السالم، واهل الكويت والمقيمين في الكويت. ان شاء الله تكون ايامنا دائما افراح وعز وفخر دائما يا رب. عسى الله يبعد عنا الحقد والحاقدين. امين يا رب. امين يا رب. ان شاء الله ننتقل معك اليوم يعني من خلال لقائنا بكثير من الذكريات الجميله واللي كلها ترتبط بالاحتفال بالاعياد الوطنيه. خلينا نسترجع معك اليوم يعني ابو خالد الاحتفال بالاعياد الوطنيه والذكريات اللي كانت يعني في الاعياد الوطنيه، ويمكن نقول بان دائما الاعياد الوطنيه ترتبط باشخاص معينين واحتفالاتنا مثلا على سبيل المثال المسرح وغيرها من هذه الامور والدور الطلابي والدور المدرسي وغيرها من هالذكريات. بنروح معاك بذكرياتك. اي ذكرياتي حلوه، يعني العيد الوطني في الكويت يمكن قد يمكن اقسم لكم اياه قسمين. القسم الاولاني عشته كانسان مواطن في الكويت، اللي هو الاحتفالات اللي كان يعملها رحمه الله عليه الاستاذ صالح شهاب. كان يترس الكويت كلها افراح، يترس الكويت كلها فرق، يترس الكويت من الناس اللي من برا. شوف العده من كصب، ما تمشي لك خطوه الا تشوف لك ناس يطقطقون مني، ناس يفرحون مني، ناس يوزعون هدايا عندي البيوت، يوزعون سوالفي. هذاك اللي ما تدري مش يوزع، وهذا ما ادري ايش اللي يوزع. العيد الوطني بالنسبه لنا يعني تروح الحدائق تلقاها مليانه فرق، تروح داخل المسارح، المسارح يهتمون ويركزون على العيد الوطني. كون احنا كفنانين كمسرح كتلفزيون كفنانين مسرح، تعال شوف حتى يمكن نوقف في بعض الاحيان نسوي فقره بسيطه بين الفصل الاول والفصل الثاني. نعم. تعال شوف يعني نوزع نطق، يسمونه شراغي، مو شراغي يسمونه، هذا اللي يطلع طشاشي ما طشاشي، ونغني مع الجمهور. يعني كانه عيد ميلاد لنا احنا ولهم يعني. ففعلا هو عيد ميلاد لنا، عسى الله لا يغير علينا ان شاء الله الا بالطيبه. فيعني هذا بالنسبه لي الحياه اللي احنا عشناها. صالح شهاب كان ما يخلي الناس تسافر، ما يخلي الناس، مو يمنعهم، ما يخلي الناس تسافر بالفعاليات اللي موجوده، الفعاليات اللي موجوده اللي بالكويت. والله العظيم ما تدري وين تروح، تحسف انها راحت علي الفقره اللي هناك، ان شاء الله تحسف انها راحت علي الشغله الفلانيه. كل مناطقنا من الجهر الى الحمدي، ترى هذه السنه كذي بزود السنه. طبعا لا قاعد اقول لك بالامكانيات البسيطه يعني، بس امكانيات رهيبه. يعني فعلا باصات الناس ما تسافر، ايش حق نسافر واحنا وناستنا كلها في الكويت؟ مستحيل. في الكويت دائما ان شاء الله الحمد لله، ولا تزال، عسى الله يغير عليهم بفرح. امين يا رب. بالنسبه للاعياد الوطنيه كوني مع الطلبه والطالبات بالوزاره التربيه، طبعا هي مرتبطه بادارتين. نعم. اداره النشاط المدرسي اللي يراسها الاستاذ صلى الله يشافيه ويعافيه دائما ان شاء الله خالد الحربان، اداره النشاط، واداره الموسيقى اللي هي اداره الاستاذ عبد العزيز مفرج. فيلتلمون مع بعض فيختارون في التكوين. البدايه يعني هي البدايه اصعب شيء، انك انت راح تعمل احتفال لمقام سامي. صحيح. مو بس بحق الكويت وهل الكويت وبرا الكويت، العالم برا الكويت والخليج ينطرون احتفالات وزاره التربيه، تلقى الكويت انترسف من الخليجيين بس عشان يشوفون الاحتفالات الموجوده بالكويت. فتلقاه يعني شلون نسوي هذا الاحتفال؟ طبعا في لجان يمكن اربع خمس ست لجان من اداره الانشطه، اربع خمس الموسيقيين. الاختيار البدايه هي اصعب شيء، اختيار انك تختار الطالب اللي يقدر عنده اذن موسيقيه، انه يقدر مع الايقاع الموسيقي مع الاستعراض، لان انا الرقصات الاستعراضيه وهذه اللي تشوفونها هذه ما تجي من فراغ، تجي من ليل ونهار. صح. دق والله مساكين وغيرها من هذه الطلبة. أوف أوف اختيار الطلبة. أوف أوف. يعني انا لما يقولوا لي مثلا انت لك اربع مدارس، المدرسه الفلانيه والمدرسه الفلانيه، سواء كان بنين او بنات، فانا اسوي لهم استعراض واسوي التشكيل على حسب الايقاع والموسيقى. تعال انطر ايقاع الموسيقى، غنام الديقان من المؤسسين. صح. الاساسيين في الاحتفال في وزاره التربيه. خليه نحل
ليل ونهار. والاستاذه نوريه الفرحان بعد نوريه الفرحان معنا وبعد وياك ضمن الانشطه المدرسيه كل الانشطه اي لا لجنه النشاط المدرسي خالد الحربان وعانا كم كبير عانا ونوريه وا 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 وايد وايد زملاء يعني معنا ماسكين الشغل بالاضافه لوزاره التربيه اللي هم اللي يتبعون غير الوزاره يعني قصدي كوزاره التربيه غير الموسيقيين الموسيقيين لهم حياه ثانيه تعال شوف الالحان والتوقيم والايقاعات يعطونا عظمه عظمه ايقاع دن 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 بس بس ما في موسيقى وما موسيقى ما يعطونا يعطونا عظمه عشان نقدر نمشي التايم والايقاع والاستعراض الموسيقى عليها هي وهي يعني تشيب عشان تطلع انا اقول لكم البدايه هذه اشهر هذه علشان تجهزونها صح ولا لا اشهر هذه علشان بهذا اليوم وهو يوم واحد تاخذ ثلاث اشهر شهرين ثلاث اشهر اربع اشهر ثلاث اشهر وبعدين مو هي البدايه داخل المدرسه بعدين ننتقل من داخل المدرسة إلى إدارة المسرح داخل المسرح علشان يعرفون المسافات والإيقاعات فإحنا معهم بس تعالوا شوفوا الحب والوناسة بين الطلبة والطالبات والمدرسين والمدرسات وإحنا معهم كأن إحنا الاحتفال هذا لنا إحنا هو فعلاً سجل المقام السامي وللناس وبالتلفزيون والمسؤولين يشوفون العمل اللي إحنا نشتغل بحب أعتقد حتى بالبروفات والتجهيزات البروفات. يعني فيها متعة بعد كبيرة البروفات عشان أخذ البروفات يعني أنت عندي موسيقى عندي أغنية تأخذ خمس دقائق ست دقائق سبع دقائق على حسب التايم مالها والأغنية هذه تأخذ كم بلوك تأخذ بلوك أول بلوك ثاني بلوك ثالث تشوفون انكم تشكيلي ديش وتشكيلي يطلع الاغنيه الواحده يا ميتي شفتوها كل هذه والمالت العرضات مال عرضات تلقى هذه عرضه وراها على طول نفس الاغنيه نفس اللي تطلع بين تطلع اغنيه ثانيه وتطلع اغنيه ثالثه في فقره واحده انت شلون تشربك بين هذه شلون تربط بين هذه وهذه وتعال شوف الملابس خليه ورا المدرسين والمدرسات جاهزين 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 عاد مو يوم ولا يومين بروفات صح مو يوم يعني انا السدو اللي على فكره السدو هذه فكرتي فكره السدو لما تكلمت انا كلمت الاستاذ عبد العزيز كلمت خالد نعم ليش كله مسرح وديكور مسرح وديكور خلينا نحطه سدو يمكن تشوفونها من الحفله الاخيره قبل الاخيره كانت سدو السدو هذا يعكس كل الاحتفال كل الاحتفال له احنا نقول في لغه المسرح الكروشندو اللي هو التصاعدي فالتصاعد اللي في الاغاني في الاحتفال قريب من 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 البداوي من الحضري من يعني كنت احط سدو خلينا نحط سدو نبرقع المسرح سدو الاطار الخارجي هذا بالضبط صح إيه ايوه والداخل في لسعات بسيطه وفيه مدرجه حلو تعال شوف تدري كم طالب وطالبه بعض الاحيان يصير بالحفله بالألف والألفين بالألف إن شاء الله يعني عدد كبير يعني من الطلبة والطالبات شلون تمشيهم صح شلون تمشيهم إنك شلون تدخلهم وتطلعهم تدخلهم طلع بس كانوا طيب مطيعين كانوا ممتازين كانوا أدب وأخلاق لدرجة إن لما تقول لهم أنا ما بيكم تكونون هنا ماكو أحد انتهى أنا بيك تكون موجود في اللحظة الفلانية هذه ويجي تلقاهم قدامك لأن بالنهاية عمل وطني اللي قاعد يقدمه بالنهاية هذا العلم مو بس بالكويت مخلد صحيح العمل هذا اللي ينشاف ترى يا جماعة مو بس بالكويت ينشاف برا الكويت برا الكويت يشوفونه والدول العربية والخليجية يتمنون يكون كلهم يكونوا موجودين أو إن يكون مثل ما عندهم ما عندنا عندهم نعم إنزين خلاص خلينا نرجع الى يعني باكر يوم التحرير هذا اليوم اللي ما ينسي فنبي نتكلم عن الفرحه لما انت تلقيت هذا الخبر وهو خبر تحرير الكويت بهذا اليوم اي والله يعني اصلي يرحم شهدائنا امين يا رب جنه الخلد ان شاء الله لانهم كانوا من الاساس في تحرير الكويت اساس الكويت والرعب للمجرمين اللي دشوا علينا الحمد لله انها ردت الكويت غانمه سالمه باهلها بقيادتها بجماعتنا بكل شيء الحمد لله صلى الله يغير علينا امين رب يا رب طبعا انت لما ينجح ولدك يجيب لك نتيجه جميله وحلوه يقول لك والله يبانا ناجح الاول ناجح الثاني ما تسوي ودك كل شيء تسوي له ودك تعطيه ودك تشتري له كل شيء فكيف لما يكون يقول لك والله الحمد لله له ترى ولا تطلع بالاعلام يقول لك الكويت تحررت يعني اللي قلبه صخر وما تدمع عينه بتدمع عينه من الفرحه صحيح فاحنا دمعت عيننا من الفرحه ما
تتصور يعني. لله الحمد لله الحمد، أسأل الله لا يعيدها من يوم، الله لا يعيدها من يوم إن شاء الله. يعني خذيناها بفرحة، خذيناها بوناسة، رأسا والله والله ما شددت عليك قسما بالله، رأسا على العمرة، رأسا على بيت الله، أنا وزوجتي وعيالي رحنا بيت الله سبحانه وتعالى. دعاء ما بعد دعاء، يلا لما تركع وتسجد لله سبحانه وتعالى يعني، والناس يوني باركوا لك في الحرم. ما تسويت يعني مناجح؟ لا والله أكثر من ناجح. اغتنيت؟ لا والله أكثر من اغتنيت. لقيت لي وطن، وطني ما راح أنا فيه يعني. ما ننسى كلمة يا بن أحمد رحمة الله عليه، الشيخ يا بن أحمد طيب الله طهاه، لما قال أنا بيها تراب، أبيها تراب، نبيها تراب ما نهدها. هذا الحكي اللي سمعناه من الناس لما قالوا صح. هذا شيء جميل يعني. يعني يعني والله ممكن تخنقني العبرة وتخنقني الكلمات أو يعني الكلمات أكيد. أني أنا أقول شلون استقبلت اللي مو بس أنا صح، كل أهل الكويت وكل إيه المواطنين الكويت حتى برا الكويت بالضبط، وكل اللي عاش حتى على أرض الكويت الحبيبة. إحنا راح نرجع لك أكيد وخالد من خلال نعم. يعني كثير من الذكريات الجميلة نستذكرها، خصوصا لما نتكلم عن 25-26 فبراير، وتحديدا 25 فبراير مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا يعني هو يوم الاستقلال، وكثير من الأمور اللي إن شاء الله راح نشوفها مع الزميل عبد الرحمن الجاسر في هذا التقرير. شكرا لزميلنا عبد الرحمن الجاسر وعلى هذا التقرير. نرجع حق ابو خالد، وسالتنا كثيره صراحه حق ابو خالد. اول شيء حياك الله يا ابو خالد، نورنا الاستديو. الله يسلمك معيد، توكل على الله. اي والله انا عيد وياكم مدير. والقوله هذه انا اول مره اشوفك في هالدشتاء. لا هذه قولتنا ترى، اي قولتنا من عمر كل هالكويت كله قبل زمان. أيوة. خفيفة قلنا أيوة. نغير شوي اللوك جديد لكم. لا مخبو مو مرتبط، مو مرتبط بشيء ثاني يعني عمل أو مثل. لا لا إذن أبو خالد، أنت قدمت أعمال كثيرة للطفل وخاصة في المسرح والتلفزيون، خلينا نتكلم عن الأعمال القريبة اللي حق قلبك اللي سويتها. لا كثير الأعمال على قلبي يعني، على يمكن على طاري الأعمال الوطنية، من الأعمال الوطنية ما في عندي عمل للطفل حتى لو يعني بعض الأحيان حتى الكبار، بس الأغلبية الطفل لازم أختبها بعمل بغناية، بغنية وطنية لازم، مستحيل تخلى يعني مسرحيتي من من غنية، هنقول غناية، غناية كويتية قديمة أو حلوة وطنية. في أي عمل مسرحي؟ أي عمل، أي عمل مسرحي إيه؟ سواء كان يبي سيدي غير يبي سيدي، سندباد سندباد، وكل مسرحياتي كلها أطفال مسرح. نعم. الزرزور وغير المسرحيات لابد من يكون غنية وطنية. والشغلة الثانية اللي أهم من هذا، صحيح إن في خط تربوي في العمل موجود داخل في العمل، إلا أن الارتباط الحواري ببعض الأغاني والغناية الأخيرة وطنية 90%. نعم، وغرس بس أسلوب تربوي مو بأسلوب عادي. نعم، لأن أنا أكتب المسرحيات، أنا أكتب أكثرها. نعم، وهذا أمر جدا مهم اليوم يعني من خلال الأعمال المسرحية والخاصة بالأطفال يعني اللي تقدمه أبو خالد، يعني فيه قيمة أكيد تربوية ورسالة هادفة توصل للطفل، خصوصا يقول إحنا تغير الجيل يعني ما عاد مثل السابق. في السابق يمكن الطفل يعني عنده تفاعل أكثر، وهذا يعني كثير من الدراسات تقول الحين يعني بسبة الآيباد وغيرها من هذه الأجهزة أثرت على عقل الطفل حتى وتركيزه وتفاعله المباشر. لكن بالمسرح يعني شلون تشوف تفاعل؟ هل لا زال يعني هذا التفاعل اللي تحسه مثل السابق يعني وجود الأطفال وتفاعلهم معك؟ والله لا يزال، والله لا يزال تفاعلهم معي. وهني أنا قلت هي ويعتمد على المؤلف والإخراج. نعم، إنك أنت شلون تستقطب وتجذب الطفل عندك، هذه وايد 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 مهمة يعني. الارتباط مو بس مجرد إنك تحط غنية وترقص وتطق ديكور وتقول لا 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 لا، مو هذا مسرح الطفل. من أنا لما أكتب المسرحية يمكن جاسم يمكن يدري، يمكن يرتبط من صغره بالمسرحيات معنا يعني. فالمسرحيات اللي تقدم لازم تدرس، لازم تدرس صح شلون تكتبها. لازم لما تكتب المسرحية تكتبها عدل، تكتبها إنك أنا مو بس أكتبها مجرد بس خط حدث أو خط درامي، لا أنا أكتبها شلون أعمل أكشن، أعمل شيء يجذب الياهل، ما خليه ياكل نفش، ما خليه ياكل حلويات، يلتهي بشيء ثاني، ما خليه يرقص يروح يرد، يروحون يرقصون يهدون يرقصون يهدون يلعبون
وانت قاعد تمثل المسرحيه هذا ضعف، يصير ضعف من المؤلف، ضعف من الانتاج، ضعف من التمثيل، ضعف من الاخراج، هذا كله لازم يدرس. فانت تخلي الطفل يكون انا مدرس، انا على المسرح بالمسرح أيوة. مدرس جاسم أيوة. انا مدرس والله يا استاذ جاسم، يعني السالفه لازم تكون انت مدرس من غير فصل، انت مدرس والفصل قدامك مسرح. هذا اللي انا انتبه له، هذا اللي اكتبه. شلون يجيك النجاح؟ النجاح ما يجيك نجاح من فراغ، يجيك من 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 اهتمام اخلاص في الديكور. ما تحط له طوفه وطوفتين وتحط له باب ولا تحط له جبه وتهده، لا لا لا. عندك الاغاني شلون تختار؟ بعدين لما تحط الاغنيه اللي تحطينها وتحطها في المسرحيه تكمل الحدث، ونفس الحدث يعني بدل ما تصير حواريه تصير الاغنيه هي تكمل الحدث، مو اقول نفس الحوار بعدين اطلع نفس الاغنيه لنفس الحوار، ما سويت شيء، ما سويت، لا لازم هذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا، وتشد الطفل يعني وتركيزه معك. بالضبط بالضبط. نعم. عندك الاغاني، مو بس الاغاني عفوا، الاخراج لازم يكون صح، مو كثره الامور اللي تفوق ذهن الطفل. ذهن الطفل لا تعطيه امور سياسيه، اعطيه امور تب سياسيه، اعطى امور وطنيه صحيح تفيده يعني هو كطفل، صح، اعطى امور وطنيه، اعطى امور دينيه، اعطى امور تربويه، اعطى امور ارتباط بالاسره، اعطى امور أخلاقيات. ارتباط بوطنك. بالضبط. وانسى، خله يقعد، خله عينه كلها. انا قلت اعطيكم مثال من كثر ما انا يعني مركز. الله بيعدني من كلمه. انا عندكم في مسرحيتي اللي هي مسرحية اي بي سي دي الاولى، لما يحطوني في العربانه وانا اوذيهم وماسكيني ماخذيني المجرمين ويسحبون فيني، وقاعد اغنيه وطنيه هي قريبه من اغنيه من عن الـ عن الـ عن الاسرى والشهداء والذي، بس بغالب تربوي طفولي. نعم. وقاعد يروني وانا ابكي وامثل، موجود عندكم في القضيه وامثل ومثل كذا، جمهور موجود اطفال وعوائل، اقسم بالله ما زليت عليكم. ان احنا طبعا المسرح هذا دري وانا هني وهذا دري والمسرح كذي والجمهور كذي، ما وعيت وانا اغني ودي والعصابه ماخذيني عشان اثبت لك انه شلون ترتبط، شلون ترير ياهل، شلون تمسك الياهل، شلون تمسك الجمهور، ويطلع لك ياهل من المسرح من تحت ومن من من يا ريته من النص يمكن من الخلف بعد اكثر، يركض كان يصعد لي على المسرح كان يبطل الباب، يبطل الباب اقسم بالله، وبطل الباب وفجاه يقول اطلع يبكي، كان اوقف الموسيقى اوقف الاغاني، لا حذيته ولميته، قلت له حبيبي ترى هذا تمثيل انك الحاصل انا اقول لك انك شلون تربط، شلون قاعد يندمج وياك وشلون قاعد يتفاعل وياك، هذا غير وصار سكته وهو هذا طالع من بينه وياه يركض، كان يصعد وراه هذا مال النظام، ثم قلت له خذيته حبيته لميته كلمت الياهل عنه وخليته يصفقوا له وذي، ونزل نزلت معه ربع الصاله وكان اصعد. يعني هذا من المواقف اللي ما تنساها مستحيل، وغيرها وايد اكيد تمر بالمسرح، يمكن كثير من المواقف خصوصا الطفل لانه يتاثر، واذا الرساله كانت يعني هادفه وقويه اذا تعلق فيك اي بعد اسمع تعلق فيك مشكله، احنا في الاخير وصلنا نصعد الياهل على المسرح. انا من ضمن الياهل في واحد من الياهل صغير كذي مسكني وشلته، كان الياهل شلنا، ما وعدت الواحد يرني كذي من هدومي، شلني انا بعد، شلني انا يعني حب يعني وناسه. اكيد يا ابو خالد، وتنحب انت يا ابو خالد. الحمد لله. اي والله محبه من الله. اي والله نقولها. ابو خالد، ابو خالد خلينا نتكلم عن في الاعمال اللي خلينا نقول التراثيه وخاصه اللي تؤرخ حياة الكويت قديما، وهذا خلينا نتكلم عن هذه الأعمال التراثية، ودائما أنت تحرص أنك أنت تقدمها. هي أعمال تراثية جميلة حلوة، أنا تمتع فيها للأمانة، يعني سن هذه عملت عملين تراثي، واحد مودرن والثاني تراثي، واحد هذا الليل والثاني عملناه لو إن شاء الله مع الأخ عبد الله وشهري مسلسل ماله، فالمسلسل اللي هو طبعا زمن العجاج، مسلسل جميله، وهذا الليل كان راح ينزل تلفزيون الكويت ان شاء الله، حيان تلفزيون الكويت ان شاء الله. خطر اللي هو هي الاعمال التراثيه وايد خطره، لان تراثي تاريخ تكلم عن حقبه اولى، حقبه ثانيه، حقبه ثالثه، حقبه رابعه، ما تقدر تتكلم عن حقبه، ان ضاع المؤلف ضاع العمل. طبعا اكيد صحيح، لانك انت يتكلم بالخمسينات، يتكلم بالاربعينات، يتكلم بالثلاثينات،
يتكلم بالأول الحياة اللي تطلع من التراث إلى المدرج. وهذه يبيلها ذكاء مؤلف، يعني دقة ومراقبة وكل شيء، خصوصا بعض الأشياء، المشاهد، في بعض المشاهد الناس يقول تبطل كذي ذي الباب وتكلم الريال بوشيتها على وجهها، صح، بس ما تبين، حتى لو الباب مسكر ثلاث ارباعه والريال يحكي من وراء الباب وهي تحكي من الباب، بوشيتها او ملفعها عليها. هذه واحده من نقطه في بحر نشاه، والحرمه مو كل وقت تطلع من، يعني حتى التصرفات، مو بس والكلام والتصرفات وكل شيء يكون في مدروسة. هذا مدروس. اي والله انا اعرف، ومن ضمنهم امي رحمه الله عليها، ما عندها عبات، من 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 ثريه لثريه، ثريجنا حول يدي، والله من ثريه لثريه، من ثريه لثريه يتزورون الحريم. ما نادر ما تطلع، طلعت مع ابوي، طلعت مع ولدها العود، خذاها ودها ماشي. طبعا سيارات ما خمسينات ستينات، ما تحصل لك واحد يا نادي من اللي تحصل عنده سياره، ذاك من ذاك اللي عنده سياره، لكن كل شيء قريب يمك. تبي السوق كهو خطوتين، صح تبي دكانك يمك، ماكو شيء بعيد. نعم اكيد، ذكريات معك يعني حلو. بالضبط، يعني من المسرح الى الاعمال التراثيه الجميله اللي نشوفها ولا زلنا يعني شفناها ولا زالت مستمره. احنا شاكرين لك وجودك معنا. شكرا لك يا ابو خالد، ويعطيك العافيه. وساعتك صفرة، ها شعار، ها قاعد اشوف انا القادسيه دمك نجحها ما شاء الله. الله يحفظك يا ابو خالد، عمرك خليك. خلينا ننتقل حق زميلتنا. اي والله نعم،